مع السلامة، مرحبا بكم. احنا اليوم الاربعاء 13 مارس الموافق الانطلاق فعاليات الدورة 13 لمهرجان سينما السلام نقطة استفهام. احنا باش تكون لنا مواكبة يومية لفعاليات المهرجان هذا. اللي راهنتوا عليهم جاوا اليوم بكثافة، فما وجوه جديدة انضموا لنادي أحباء سينما. فما وجوه جديدة وذاك هو الحاجة الباهية، معناها خاطر أولادنا بطبيعتهم يبقوا ديما أولادنا، ما كي تجي تشوف وجوه جديدة ذاك الحاجة معناها حاجتنا بها، معناها اون فان كونت. كيف ما شفتوا الجمهور معناها مقبل على الفيلم رغم أنه تم عرضه في قاعات أخرى. على البلاد في المساحة صغيرة وفي الشام كبيرة، على بلاد اطفح بها الكيل، ضاقت الويل تغششت وغضبت زمهرت وزغرطت، على بلاد في المساحة صغيرة وفي الشام كبيرة. توا 10 دقايق خرجت من الفيلم، شنو هي عجبك ما عجبكش؟ كان خرجت معناتها ما عجبنيش، معناتها خاطر نعرفش يحكي على تاريخ، ماهوش قاعدين يوريو في حاجة تنجم تقدمنا ولا تنجم تعاوننا، توري لي ممكن اللي يحب يعرف التاريخ ولا يحب يعرف الشطار ولا ممكن تفيدوا، ما اللي أنا ذاك يعني الحاجة ما عجبتنيش اللي هو قاعد كلام وبرا، كلمة كيما قاعدين نشوف فيه اليوم كل يوم كلام 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 كلام، فمش حتى فعل. أكثر من لعنة للدول في الأسفار، طيشوا المسحة والمحراث برهو لوجوا على الفصفات. والله أنا المهرجانات نورمالمون معناتها نتبعهم على المحتوى نتاعهم، فيلم كما اليوم معناتها فيلم تاريخي توثيقي عنده أهمية كبيرة على مستوى التاريخ وكتاب التاريخ معناتها تونس الحديث، تونس ما بعد معناتها ثورة قام بها شعب، ومعناتها والأهمية الكبيرة اللي هو حافظ لذاكرة الشعب باعتبار معناتها المنطقة هذيك في الفترة تاع 2008 ومع تحديث الحوض المنجمي ما خذتش حظها في التاريخ ما بعد 14 جون في مناطق الحوض المنجمي. هي مناطق محرومة من سنوات، هي فيها ثروة، والثروة هذيك ماشية في جيوب معناتها عباد معينين، والشعب قاعد يعاني. تكنيك عجبتني، تكنيك ما في موسيقى مزيانة على الآخر، لي تكست اللي تقراو. من أحب مهرجان سينما السلام نقطة استفهام تجي من الرواد وكل عام. أنا غونت في الـ FTCC ديجا، سكرتير نتاع سين كلوب أنفان، نجي من أوفياء المهرجان. الدباء استحقاق. اليوم تولدت الدورة 13 لنادي سينما مهرجان سينما سلام نقطة استفهام، شنو هي رأيك وشنو هي الميزة اللي تميز الدورة هذه على الدورات الأخرى؟ حضور الأفلام التونسية هذه ميزة تميز الدورة هذه، الموضوع العام يميز الدورة هذه اللي هو دور السينما في حفظ ذاكرة الشعوب، لأن في صالة سينما زادة تجارية اللي هي ما كنا مسنسين ديما في دار ثقافة، السنة حبينا نظرا للنقص المتزايد لقاعات السينما في تونس حبينا نرجعوا إحياء روح قاعات السينما بالتظاهرة هذه. تصور العباد اللي حضروا ديجا مازالوا حاضرين باش يحضروا الدباء؟ نتصور اي، على خاطر احنا خاصيه نادي سينما، النادي سينما بصفه عامه انه النقاش بعد الفيلم اللي هي تسمى بالنسبه لنا احنا الوظيفه الاساسيه للنادي سينما، دونك العباد اللي جات اليوم نتصور اللي هي ما نقولوش الكل اما اكثر مشترك باش يقعد النقاش. ما
فعاليات دار 13 المهرجان سينما سلام نقطة استفهام اللي كان فيلم يلعب بفوسفات لسامي كيلي هو الفيلم اللي افتتح بيها دورته الحالية. الفيلم عجب برشا عبيد كما ما عجبش برشا عبيد. الأقبال كان جماهيري كبير برشا برشا وهيئة التنظيمية كانت فرحانة بالأقبال هذية. احنا نتقابلوا غدويكا نفس الموعد تابعونا.